بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا القسم الأخير من الميكروفونات راح نتكلم عن الميكروفونات اللاسلكية الوايرلس مايكروفون. ومدام ذكرنا إنها ميكروفونات لاسلكية لأن دخلنا في موضوع الاتصالات. الاتصالات اللاسلكية تستخدم جزء محدد من الطيف الكهرومغناطيسي اللي هو أمواج الراديو، ويعتبر هذا المدى من الطيف الكهرومغناطيسي المدى الأقل ترددا. الموجات عموما كل ما زاد التردد كل ما زادت الطاقة. فالطيف الكهرومغناطيسي أشعة جاما طاقتها عالية جدا، ترددها عالي جدا، تليها أشعة إكس وهكذا. هذه الأشعة ضارة للإنسان، وبالتالي تم استخدام الجزء الأقل ترددا اللي هو أمواج الراديو للاتصالات اللاسلكية. هذا الجزء مخصص للاتصالات اللاسلكية بأنواعها على الكرة الأرضية، وطبعا هذا محكوم عالميا ودوليا. تم تقسيم هذا المدى الترددي من أمواج الراديو لاستخدامات وتطبيقات المختلفة، مثل الملاحة بأنواعها، الملاحة البحرية والملاحة الجوية، موجات الاستقبال التلفزيوني بنطاقيها الـ VHF والـ UHF، أمواج الراديو الـ AM والـ FM، الوكي توكي، راديو الهواء، الاستخدامات الطبية، الهواتف المتحركة الموبايل فونز، الهواتف الثابتة اللاند فونز اللي بتكون كوردلس، نظام الجي بي اس اللي هو الملاحة عن طريق استخدام الستلايت، البلوتوث بمختلف استخداماته، شبكات المعلومات اللاسلكية، الكشف عن الهوية باستخدام موجات الراديو واللي يسمى بالRFID، الأنظمة الأمنية والتحكم بالدخول الأكسس كنترول سيستم، اتصالات الأقمار الصناعية، حتى ألعاب الأطفال اللي بتم التحكم فيها عن طريق أمواج راديوية إلى آخره. وهذا يحكم دوليا الاتحاد العالم للاتصالات الITU، وهذا الاتحاد يعتبر ثاني أقدم اتحاد عالمي في العالم. وكل دولة فيها هيئة اتصالات أو هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لابد من إيجاد ترخيص للنطاق الترددي المستخدم من هاي الأمواج الراديوية. هذه الأنظمة والقوانين سواء كانت عالميا أو دوليا لكل دولة على حدة بتم فيها تحديد المدى المسموح فيه الاستخدامات المختلفة، بتم فيها تحديد المستخدم كمستخدم أساسي أو مستخدم ثانوي. طبعا الميكروفونات تعتبر استخدام ثانوي، ولذلك يمكن الاستخدامات الأساسية أن تؤثر بالتداخل انترفيرنس على الاستخدامات الثانوية، والعكس غير مقبول وغير وارد. أيضا يتم تحديد طاقة البث القصوى 50 ملي وات 250 ملي وات 1 وات وهكذا. في نطاقين أساسيين مستخدمين للميكروفونات اللاسلكية، الـ VHF الـ Very High Frequency والUHF الألترا هاي فريكونسي. الأجهزة اللي بتستخدم UHF تعتبر أغلى نسبيا، معظم المنتشر على مستوى الأسعار المعقولة هو VHF. VHF والUHF كل واحدة لها إيجابياتها وإلها سلبيات، بيعتمد على نوع التطبيق المستخدم نختار هذه أو تلك. والUHF طبعا ترددها أعلى من VHF، مدام التردد أعلى الموجة أقصر، ولما تكون الموجة أقصر بكون الأنتين أو الهواء الذي يستخدم في الاستقبال أقل حجما، وبالتالي تعتبر هذه ميزة بالUHF. لكن برضو الUHF لها مشكلة كونها موجات قصيرة زي ما تكلمنا سابقا، معرضة للتشتت والتناثر والفقدان والضياع. طبعا الميكروفون اللاسلكي أيضا له إيجابيات وسلبيات. إيجابياته أنه سهولة الحركة، تخلص من الأسلاك ومشاكلها والتواءها والتلف اللي بتتعرض له، لكن أيضا لها سلبياتها، أهم شيء التداخل انترفيرنس، المدى المحدود. وتوضيح هذه الإيجابيات والسلبيات راح نقوم بتجربة الآن الميكروفون اللاسلكي من شركة سارامون. هذا الميكروفون اللاسلكي فيه مثله مثل أي ميكروفون لاسلكي آخر، فيه ترانسميتر المرسل، وهذا المرسل يسمونه بادي باك، بتثبت على الحزام وبتثبت فيه ميكروفون. هذا الميكروفون هو لافيلير أو تاي كليب ميكروفون، وهذا الميكروفون المستخدم. طبعا في حالات مختلفة زي الهاند هيلد ميكروفون بيكون الترانسميتر موجود في داخل الميكروفون نفسه، يكون حجمه أكبر نسبيا. وأيضا في المستقبل أو الريسيفر اللي بتثبت على الكاميرا، وهذا الميكروفون SRWM4C من شركة سارامونيك، هو لافيلير ميكروفون، مداه كما هو موجود في النشرة الفنية 60 متر. أيضا من عيوب الميكروفونات هذه الميكروفونات أو من الديسادفانتج تاعتها أنه بحاجة دائما لاستخدام بطاريات، واحدة للريسيفر واحدة للترانسميتر. وراح نجربه الآن في تصوير خارجي. المقطع الأول راح يكون تصوير عن مسافة معقولة نسبيا، بعد حتى نتأكد، أنه غالبا 60 متر بتكون موجودة في الكتالوج نظرية، بتكون يعني هي أقل من ذلك. فمن المقطع الثاني راح نشوف كيف أنه عند
60 متر راح يكون الصوت تقريبا فاصل، وبلش نقترب من الكاميرا ببلش الصوت يتقطع في البداية إلى أن يصبح مستمر واضح عند مسافة معقولة. يعني وجدت أنها حوالي 30 متر. 60 متر الموجودة في النشرة الفنية في الداتا شيت دائما تكون نظرية، لأنه يعني في لها شروطها وفي لها المعوقات تكون موجودة في المنطقة اللي بتم فيها التصوير. نعمل تيستينج للليفلير مايك تاي كليب مايك بدون الويند سكرين في تصوير خارجي، وبنلاحظ انه التقط اسوار المحيطيه. البوب اب فلتر بيساعد على عزل هاي الاصوات وبيعطي وضوح لصوت المتكلم اكثر. ملاحظ انه المسافه بعيده نسبيا عن الكاميرا اثناء التصوير. اللي بتكون الأصوات واضحة جدا، مش فيها تشويش أو تقطيع أو خرخشة. شفنا في المقطع كيف انه في محدودية لمدى الاتصال ما بين الترانسميتر والريسيفر المرسل المستقبل، وبالتالي هاي ممكن تشكل واحدة من السلبيات. ودائما وابدا الميكروفون السلكي افضل، ولذلك غالبا الميكروفونات اللاسلكية تستخدم للضرورة.